بتبلش الحلقة الخامسة بسنة 1998 ومنشوف إنه أحمد وأستوتي بعلاقة غرامية. هي بتكون خايفة إنه حدا يخبر ريما، فبيقلها أحمد إنه ريما رح تعرف هلأ ولا بعدين، بس بيكون متأسف لحقيقة إنه أكبر مستثمر عنده هو أكتر صديق مقرب لريما، وبمجرد توقيع عقد الاستثمار هو رح يطلب الطلاق. بالعودة للحاضر بتحس أستوتي مرة تانية بشي عم يسحب جوات راسها، الشي اللي بسبب لها الصداع، ومنشوف الصراصير عم تطلع من راسها وبتصير تصب مزيل طلاق الأظافر على راسها، وبتنصدم ولن لما بتشوف هذا الشي. وبتقلها أستوتي إنه بهذا الشي الصراصير ما عاد تزعجها مرة تانية، وبتحاول ولن توقفها بس أستوتي بتطلب منها إنه تسمح لها تمشي. بعد فترة قصيرة بتشعر ولن بالرعب لما بتشوف الصراصير عم تطلع من راسها. بعدها بيزور عيسى بيتهم وبتقول ولن إنها ما عم تقدر توقف على التفكير باللي صار من شوي، وبيقول ويسنو إنه ما بيقدروا أبدا يستخدموا المنطق بهالنوع من الأمور، وبيقول عيسى إنه هذا الموضوع كله ما له أي معنى، بس هالشي عم يصير بالفعل والطريقة الوحيدة لإيجاد مخرج هي الإيمان. وبعدها قرروا مشاهدة الفيديو مرة تانية لحتى يقدروا يلاقوا المزيد من الأدلة. ولقت ولان إنه أستوتي وأحمد كانوا بيعرفوا بعضهم لما كان لساته متزوج من ريما، الشي اللي بيعني بأنه كان على علاقة بأستوتي وحاملة بولان، وهذا دافع كافي لريما لتحمل ضغينة ضدهم. وبتقول ولان إنه حتى لو كان الموضوع هيك ليش هالشي صار هلأ، وبيقترح عيسى إنه يسألوا ريما مباشرة عن اللي صار قبل 20 سنة. بعدها بيزور رينا وهارنا بيت ولان وبيخبروها إنه مالهم هون لحتى يأذوها وإنما ليساعدوها، وبيشرح هارنا سبب قيامه بهالأشياء اللي عملوها، وبيقول إنه كل شي بلش بجنازة والد رينا، وإنه شاف كائن مظلم عم يتربص حول والدها وكان عم يبحث على شي معين اسمه العقدة، وبيقلها إنه هو عبارة عن وعاء للسحر الأسود يلي بيلقي الناس الحاقدون مشان يشنوا هجوم، ولازم تنزرع العقدة بالقرب من الهدف، وبيسألهم إذا سمعوا أي صوت عالي على السطح، فبيقول ويسنو إيه، وبيخبروا هارنا إنه هالشي لما أسقط الجن العقدة. وبيقول عيسى إنه الليلة الماضية شافوه عم يزرع شي خارج البيت، فبيقول هارنا إنه كان تميمة وقائية لصد اللعنة. بعدها بيأدي نوع من الطقوس، وخلال هالشي منشوف إنه ولن لساتها ما لها مؤمنة بالسحر الأسود، وبيستخدم كله لتحديد موقع العقدة، ولما بتبلش بالتدحرج بتنصاب ولن بالصدمة لما بتشوفها، وبتدحرش الكرة باتجاه صورة على الحيط وبتوقع، ولما بيشيل ويسنو الصورة بيلاقوا وراها بقعة. بعدها بتطلع هانا حزمة من جوا الحيط وبيلاقوا جواتها بيضة مكتوب عليها بعض التعويذات، وفجأة بتبلش البيضة تهتز وبتوقع من إيد هانا وطلع العديد من الصراصير من جواتها، وبصيروا كلهم يتخلصوا من الصراصير. بهذا الوقت بتنزل أستوتي بعد ما سمعت ضجة. بعدها هارنا بيخبر عيسى أنه على الرغم من أنه أستوتي مبينة أنه صارت أحسن إلا أنه لسه قدامهم عمل لازم يسووه، ومين مكان يلي أرسل هالشي فهو لساته هنيك وبده يستخدم يلي تبقى من العقدة لتعقب الشمان. تاني يوم بيلاحظ ويسنا وولان أنه والدتهم عم تاكل بشكل غريب كتير من الطعام اليوم. بعدها بتتحقق من وجود السحر الأسود على الإنترنت، وبعدها بتتصل بعيسى لتسأله إذا بيقدر يجي معه على بيت ريما بكرة. تاني يوم لما بتكون بطريقة على بيت ريما بتقول ولان إنه بهداك اليوم ما كانت قدرانة تفهم كيف دخل هذا الشي بحيط بيتهم، بس بتتأمل إنه تحصل على إجابة منطقية من ريما وليش كذبوا بشأن زواجهم. بهذا الوقت بيأدي هارنا طقوس لترك جسده المادي ويرسل قرينه من الجن للمكان اللي إجت منه العقدة، وبيسأله رينو إذا كان بإمكانه الحضور، فبيقله إنه من الأفضل إنه ما يعمل هالشي لأنه الموضوع خطير كتير، بس رينو بيطلب منه لأنه يحتاج لمعرفة سبب كل هذا بالضبط، وبوافق هارنا وبيكمل الطقوس باستخدام العقدة يلي لقوها ببيت ولان، وبيسلمه قطعة من العقدة وبيطلب منه إنه يمسكها بإيده وما يتركها. وبعد فترة بيشوفوا بيت بإحدى القرى وكان في مرأة قاعدة هنيك بس هي بتحس بوجودهم، الشي يلي بيتسبب بعودة هارنا ورينو، وبيخبروا هارنا إنه بيعرف موقع الشمان ولازم يخبروا ولان بأقرب وقت ممكن. بعدها بيفحصوا إيده ولقى إنه العقدة اختفت، ومنشوف إنه الشمان لقت القطعة ببيتها. وبعام 1998 منشوف ريما وأحمد بأحد مستشفيات جاكرتا، هون منعرف إنه عم تحارب مرض السرطان. هون منشوف عيسى ولان على بيت ريما وبيلاقوا رجال دخل لهنيك، ولما بيتسللوا هن الاثنين بيلاقوا ريما وهذا الرجال عم يعملوا طقوس غريبة. بهذا الوقت بيخافوا لما بيلاقوا كلب وراهن، وبيحاول عيسى يهدي الكلب بس بيهاجمه وبيعضه من إيده، ولما بتسمع ضجة بتطلع ريما وبتطلب من كلبها داركو إنه يتوقف. بعدها بتفوتهم لجوا، ولما بتكون ولان عم تضمد جرح عيسى بتقلن ريما إنهم بشكل زوجين جيدين، وبتخبرها ولان إنهم ملن هيك وإنه عيسى هو ابن بوندن، وبتقلن ريما إنها بتعرف بوندن وبتسألن كيف حاله. بهذا الوقت بيجي أنام لهنيك وبيقول إنه رح يرجع الأسبوع الجاي بنفس الوقت، وبعد ما يمشي بخبرها عيسى بوفاة والده. ولما بتسمع هالشي بتقول إنه آخر شي بتتذكره هو إنه أهلهم كانوا يشتغلوا بنفس الشركة بأنيو إنجي، وبيسألها عيسى من إيمت بعالجها أنام، فبتقول له تقريبا من شهر،
وبتقول ولن إنهن هون لتوضيح أمر ما، وبدها بس تسألها قبل زواج والديها عن اللي صار بالضبط. وبتخبرها ريما إنه زواجها من أحمد بلش بالانهيار لما تم تشخيص إصابتها بالمرض، واضطر للانتقال لبنيوجي لبناء عمله مع بوندن والتقى بأستوتي. ولما طلقها قال إنه أستوتي هي حبه الحقيقي، وبتعتذر لعدم حضورها جنازة أحمد لأنها كانت مريضة بهذاك الوقت. وبتقول إنها بتعرف إنه وفاة والدها ما كانت منطقية وإنها عن جد بدها تساعدها، بس شو فيها تعمل. بعدها بيمشوا من هنيك، وبتقول ولان إنها ما بتعرف ريما منيح، بس هي متأكدة من إنها كانت عم تقول الحقيقة. بهذا الوقت بيسمع رينا وهارنا صوت خبط قوي من السقف ببيته، وفجأة شي بيهاجمه وبصير يتقيأ وبيوقع. ولما بيحاول رينا يساعده بيعلق، وبيقول له هارنا ما تخاف وإلا حيصير الموضوع أكتر قوة. بعدها ببلش كيان غير مرئي بمهاجمة رينا وبيأذيه بإيديه وبرجله، وبالأخير بيخلص عليه. بعدها لما بيصلوا عيسى وولان على بيت رينا بيشوفوا طاقم المستشفى عم يطلعوا هارنا وهو فائد للوعي. بعدها بينصدموا لما بيشوفوا جثة رينا هنيك. بعدها بتتصل بالمستشفى وبتطلب من الممرضة الاتصال فيها لما يستيقظ هارنا. وبيقول عيسى إنه بعد ما حكوا مع العمة ريما بيبدأ الأمر وكأنه رجعوا للمربع الأول. وبتقول ولان إنهم فيهم يبلشوا بالنظر بماضي أهلهم، وبيقلها إنه بيعرف أبوه كتير منيح وهو متأكد تماماً من إنه والدها ما كان شخص سيء. بهذا الوقت بتلاحظ ولان شخص بالخارج، ولما بيطلعوا بيخبرها عيسى إنه هذا الرجل كان عم يمشي هون من فترة. ولما بيبلشوا بيتحركوا باتجاهه بيركب دراجته وبيمشي لبعيد، بس ولان تمكنت من الحصول على رقم لوحة دراجته وتسجلها على موبايلها. بعدها راحت على غرفة واسنا ولقته معه الحبوب، فبتعصب وبتصرخ بوشه وبتقله إنه عيلتهم عم تمر بالكتير بالوقت الحالي ولازم يتعاملوا مع هذا الشيء بعقول صافية ومو تحت التأثير. تاني يوم بيشوف واسنو هارون متجه نحو غرفة أستوتي وبإيده منجل، بس واسنو راح لحتى يواجهه، بس ما بيلاقي منجل بإيده وبيبلش يتخانق معه. وفجأة بيتحول هارون لشكل شيطاني، بس بيكون واضح إنه عم يهلوس، فبيخبره إنه كل هذا بسببه. بهذا الوقت بيخبر عيسى ولن إنه الرجل اللي شافوه الليلة الماضية إجا ليقابلها، فبتروح لتقابله وبيخبرها إنه اسمه ريدو، واحد من معارف أحمد، وبيطلب منها إنها تستدعي أحمد، بس بتخبره إنه مات. وبينصدم رينو لما بيسمع هذا الشيء. بهذا الوقت بيسمعوا واسنو عم يصرخ على هارون، فبيركضوا عيسى ولن لهنيك وبيحاولوا يوقفوا واسنو، بس واسنو بيخبرهم إنه حاول يأذي أمه، وبتخبره ولن إنه ما في أي شيء. وبينصدم واسنو لما بيشوف هالشيء. بعده بالليل بتخبر عيسى عن ريدو إنه انصدم وخاف لما خبرته بوفاة والدها. وبورجيها عيسى بعض الأوراق وبيخبرها إنه محمد ريدو ما له موظف، بس والده كان يحول له مصاري كل شهر، وبيعتقد إنه كان يبتز والده على الأرجح والده كمان. بعدها قاموا بفحص هذا الفيديو ولاحظته ولن موجود بالفيديو، وبيقول عيسى إنه بيعتقد إنه شاف نسخة من هويته بملفات والده وإنه لازم يروحوا ليشوفوه لأنه متأكد من إنه بيعرف شي عن وفاة والدهم. بهذا الوقت بيلاقي ريدو شخصين عم يتصرفوا بشكل سيء مع بنته عتيق بأحد المتاجر، فبيتعارك معهم وبيعتذروا منه ومن عتيق كمان. بعدها بيهربوا من هنيك. بعدها بتخبره عتيق إنها بتتحسن كتير بقراءة القرآن، وبتقله إنه عم يسعل من أسبوعين وبتطلب منه يروح على الدكتور بكرة، بس هو بيقول إنه رح يكون بخير عن قريب، وبيخبره إنه عم يحاول الحصول على المزيد من المال. بعدها بيزور عيسى بيت ريدو وبيخبره إنه بيكون ابن بوندن، فبيسأله ريدو شو بده، وبيخبره إنه والده توفى مؤخراً وإنه مات بشكل غير طبيعي، وإنه فحص حسابه البنكي وشاف إنه عم يرسل له الأموال بشكل منتظم، فبيطلب منه ريدو إنه يمشي ويسكر الباب بوشه. وبعد ما يغادر عيسى بتلحقه عتيق وبتخبره إنه بدها تحكي معه للحظة، وبيخبره عيسى إنه والده وصديقه ماتوا بنفس الوقت تقريباً، وهن الاثنين ماتوا بطريقة غير طبيعية، لهيك كان عليه إنه يتبع الأدلة، وأحد الأدلة قاده لعند والدها. فبتخبره إنه والدها خبرها إنه بيشتغل عند شخص اسمه بوندن، بس ما خبرها أبداً عن نوع العمل. بهذا الوقت بيتصل فيها أبوها، وبعد ما تحكي معه بتخبر عيسى إنه لازم تمشي. بهذا الوقت بتبلش ولن بالبحث عن كل الحبوب الموجودة بغرفة واسنو، الشيء اللي بيخليه معصب كتير وبيتخانقوا سوا. بهذا الوقت بتوقع صورة عيلتهم وبتنكسر، وبتجي أستوتي لهنيك وبتطلب منهم إنه يتوقفوا. تاني يوم بتحاول عتيق تحكي مع ريدو بخصوص بوندن، بس بيطلب منها توقف عن طرح مثل هي الأسئلة. بهذا الوقت بلش يختنق ويسعل وبيصير يتقيأ، فبتلو إنه لازم ياخدوه على الدكتور، بس هو بيقلها إنه منيح وبيطلب منها إنها تروح على شغلة. تاني يوم بتعتذر ولن لهارون نيابي عن عائلتها، وخاصة إنه بيحاول إنه ينسى اللي صار ويترك الموضوع ورا. بعدها بيسمع واسنو صوت من أعلى غرفته، وبينصدم لما بيشوف هارون واقف برا غرفة أستوتي وحامل الورود بإيده. بعدها شافوه فات على غرفة أستوتي، فبيركض لغرفته وبيبلش يدور عليه. بالليل بتبلش أستوتي تختنق وتتقيأ وبتلاقي صراصير وبتخاف كتير لما بتشوف هذا الشيء. بعدها بيبلش راسها بيوجعها، وبعدها بتخرج إيدها من نطاق السيطرة وبتلتقط المقص وبتأذي حالها فيه. وبتصحى ولن وهي عم تسمع صراخها وبتخاف كتير لما بتشوفها مصابة وما بتفهم شو عملت. ولهون بتخلص الحلقة السادسة، وإذا عجبكم المسلسل لا تنسونا من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.